مرحبا، أنا رفيق، كيف حالكم؟ موضوع اليوم هو الأسئلة عن العالم العربي من قبل الكوريين. الأسئلة التالية هي: وفقا لخبرتي أنا، البيانات الضخمة هنا. حسنا، أبدأ بسرعة، هيا بنا. أحصل على هذا السؤال كل شهر تقريبا. أنا تعلمت اللغة العربية في الجامعة. أوه حقا، كيف تقول تحية باللغة العربية؟ حقا تقريبا 9 من 10 أشخاص يسألون هكذا، وبعضهم يهاول التحية العربية. السلام عليكم، سلمكم، عسلكم، شيء مثلكم، صح؟ بعد ذلك أنا أعلمه السلام عليكم. السلام عليكم، أتدخر، السلام عليكم. إن الجمال بالنسبة للكوريين هو العيون الكبيرة والأنف العالي والوجه الصغير، لذلك معظم الكوريين يفكرون أن العرب هم وسيم وجميلة. رفيق، هل زرت الدول العربية؟ حقا كلهم وسيمون وجميلات. نعم، معظمهم. هل أنتم وسيمة أو جميلة؟ عندما كنت طالب حدث هذا في بعض الأحيان. هل أنت من قسم اللغة العربية؟ لديك الكتاب العربي؟ أريد أن أشوف الحروف. أوه، كيف تقرأ هذا الحروف الغريبة؟ تبدو صوان. أوه، اقرأ هذا. هذا؟ أنا طالب. أوه، اقرأ هذا أيضا. أنت قبيح. أوه، اقرأ هذا، هذا، هذا. أنت حقا قبيح جدا. ممتاز، كيف تقرأ هذا الحروف؟ هذا السؤال أحيانا من كبار السن. على سبيل المثال، كنت عملت في السعودية في السبعينات، هناك نظام تعدد الزوجات. أنا عارف، بسبب أن الأجيال القديمة الكورية عملت في الشرق الأوسط في السبعينات، إنهم يعرفون الثقافة العربية نوعا ما. لكن أنا أجيب له مثل هكذا: تغير العصر، معظم الناس يتزوج مع الزوجة الواحدة. أنت تخرجت من قسم اللغة العربية في الجامعة، أنت تعرف أن شركتنا متعلقة بالدول العربية، صح؟ هل تتكلم العربي بطلاقة؟ نعم، أنا جيد في اللغة العربية. حسنا، كل شيء باللغة العربية الآن. مرحبا، أنا رفيق، أنا في مقابلة العمل، ماذا يجب أن أتحدث الآن؟ أوه، تعلم الوظيفة هذا حقا جيد في اللغة العربية. معظم الرجال المحب السيارة يسألون هذا. كانت دبي جذبت انتباه الكوريين بسبب البرنامج والدراما والوثائقي، فالكوري يفكر دبي من كلمة العرب ويفكر الثروة من كلمة دبي. فالكثير من الكوريين يسألوني مثل هكذا: هل زرت دبي؟ حقا كل سيارة هي فيراري؟ أنا أجيب بالمزاح: لا، إنهم لا يرخوا فيراري رخيصة، كلها بوغاتي. أحصل على هذا السؤال كثيرا أيضا: لا يأكل العرب لحم البقر، صح؟ لا، لحم الخنزير، لحم البقر. ثم أنا أشرح: بالنسبة للمسلم العربي لا يأكل الخنزير. صح، لكن ما هي الدولة التي لا يأكل البقر؟ ربما في الهند، الهندوسي لا يأكل البقر. صح، كل مرة أرتبك بين العرب والهند. عندما أسافر إلى الدول العربية يسأل هذا السؤال كل مرة. إنها خطيرة جدا بسبب الإرهاب، الآن يوجد فيها الحرب، صح؟ لا تخف القطف خلال السفر، إنهم فقط تعلموا العالم العربي فقط بالأخبار، لذلك لا يعرفون التفاصيل عنه. لذلك أنا أشرح لهم: العالم العربي ليس مدينة صغيرة، بل هناك 22 دولة متنوعة. بالطبع يوجد المناطق الخطيرة، لكن المناطق السلمية أكثر بشكل كثير، لذلك لا تقلق. رفيق، كل الناس العربيات يرتدن الحجاب، صح؟ ليست كل النساء يرتدنه، بل فقط المسلمات. يجب تغطية شعرهن، مسكينة لا يوجد الحورية. لا، إن هذه الفكرة
خطأت. لا تفكر المسلمات أن الحجاب قمع الحرية، فقط الناس غير المسلمين يفكرون مثل هكذا. منذ بدأت دراسة اللغة العربية حصلت على كثير من الأسئلة عن العالم العربي من الكوريين، على الرغم من أن هناك أسئلة غريبة وغبية. بالنسبة لي أنا مسرور بأنني أستطيع أن أقدم لهم العالم العربي. مثلا أسهم في تعزيز التبادل بين كوريا والعالم العربي. على أي حال شكرا جزيلا على المشاهدة، وإلى اللقاء ومع السلامة. مع السلامة.